الذي صلاة تكرمنا بنور الفهم وتزيل عنا ظلمات الوهم وتحل ما أشكل حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وإنك علام الغيوب. تكتسي القيم الروحية أهمية بالغة في التطهير النفسي والتماسك الوجداني والرسوخ الحضاري والبناء الثقافي، وتجسد علامة دالة على تطلع المتمسك بها إلى الترفع عن الخطايا والنقائص والآذان والسمو بالنفس إلى مدارج الروح العلوية، حيث الصفاء والنور والهداية والسكينة والطمأنينة واليقين، ويتدبر على بلورة الشأن الروحي عناصر جوهرية متداخلة تتبلور في الدين والتصوف والوعي الباطن والحس والإيمان. الدين باعتباره منهجا للهداية الربانية، والتصوف باعتباره رافدا للقيم الجمالية والأخلاقية، والوعي الباطن بصفته معرفة استشرافية، والحدس بوسمه آلية الفهم والتبصر، والإيمان بصفته محفزا على التفاعل مع الحق والعدل والخير والإخلاص في طاعة الخالق، أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا هو مقام الإحسان في إطار التخلية والتحلية والمجاهدة والمشاهدة والمقامات والسلوك والحول. أولا، مكناس موهل للإشعاع الروحي. تعد مكناس في طليعة المدن المغربية التي نهضت بدور فعال وحاسم في مجال الإشعاع الروحي عبر حقب متطاولة من التاريخ، فهي ميدان حقيقي لممارسة الشعائر الدينية والطقوس الصوفية والمعتقدات القدسية، فهي مدينة مكة والناس كما يتردد على ألسنة ساكنتها، ومدينة كل قدم بوي كما هو واضح في نسيجها العمراني الواسع الأطراف الفاسح الأكمل. ففي هذا النسيج، ففي هذا الفضاء القدسي العريق، تنتشر العشرات من المساجد والكتاتيب القرآنية والزوايا والضحى كمسجد النجاري والمسجد الأعظم والمسجد العلا والمسجد الروح وكتاب ابن الصباح وابن جابر وسيد الزراء والزاوية الصدقية والحمدوشية والوزانية والدرقاوية والناصرية والتجارية والرحمانية والكتابية. ويكفي مكناسة فخرا أن الإشعاع الروحي للدين الإسلامي ترسخت جذوره على يد البضعة النبوية مولاديس الأكبر المدفون في ضحيتها، إن هدت له صور الكفر بن داعس وسلمس بن بركسو الرهبان بن قصيص على حد قول الشيخ الفقيه العميري. علما أن المدينة تعج بأضحى الأولياء والصالحين كسيد عمر الحسيني وسيد عمر بوعواجة ومولاي عبد الله بن حمد وسيد بوزكري وسيد عبد القادر العلمي وسيد بصري ولدى استهنو ولدى عايش عدوية ولدى بدرة وسيد سعيد مشنزالي وسيد راس التاج. والجدير بالذكر أن الإشعاع الروحي لمدينة مكناس ما رصه السلاطين والعلماء والأولياء والساكنة، وتبلورت أنشطتهم في الوقف الخيري ونشر الإسلام والجهاد واعتناق التصوف والإبداع الديني وبناء المعالم القدسية. من أبرز الأدلة على ذلك الإشعاع، الذي مارسه الوالي الصالح مولاي عبد الله بن حامد في مجال وقف الخير على الفقراء والمساكين ومجاهرات المكناسيين له في هذا الوقت الذي كانت تصرف مداخله على الغرباء واليتامى والعجزة ومرضى البيمارستان ونزلائه من الحمقى والمجانين والمجلومين والمفتوحين. والإشعاع الذي رفع لواء السلطان والإسماعيل بخصوص دعوته في ملوك أوروبا إلى الدخول في الإسلام ومناقشة قساوسة الكنائس الموجودين بالمغرب عن طريق المناظرة من أجل التخلي عن المسيحية واعتناق الدين الإسلامي وتحبيس
100,000 شجرة زيتون بحملية على الحرمين الشريفين، والقيام بمأمورية الجهاد وتحرير الزهور المحتلة بمحيط الأطلس. وقد ساهمت المكناس من جانب آخر في نشر الإسلام في أوروبا عن طريق الزودة القوية الكاهنة لحومة جمع الزيتونة لصاحبها سيد محمد بن حبيب المغاربي الدرقاوي، الذي بفضله اعتنق الإسلام والتصوف أعداد كبيرة من الجليزة على العموم وساكنة مدينة لندن عاصمة على الخصوص. وكان للمكناسيين دور متميز في دعم حركة الجهاد التي تزعمها ضد الاحتلال الإبيري في العرائش وأصيلة وأزمول أبو عبد الله محمد عياشي الملك السلوي، حيث سنده المكناسيون بالمال والرجال والعتاد عند تفكك أوصال الدولة السعدية. وساهم أولياء المكناس في بث الوعي الديني وإذكاء الروح الصوفية والأخلاق السامية، وخير الدين على ذلك رباعيات سيد عبد الرحمن المجدوب وأشعار سيد عبد القادر العالمي والذكر التهامي لتهامة وزان وتهامية دار الطمانة، وأيضا ذكر سيد عبد القادر الجلالي أو ذكر الجلاليات. ثانيا الزاوية العيساوية مسار ووظيفة. تعتبر الزاوية العيساوية من أقدم المؤسسات الدينية في المغرب، وطريقتها صوفية شاذلية جازولية، وهي مكناسية الأصل بدون منازع، هي منتوج مكناسي خالص، ليست زاوية واحدة من مدن أخرى كما هو الشأن مثلا في الناصرية أو كما هو الشأن في التيجانية أو الدرقاوية، هو منتوج صوفي تم نوعه وتم تكلفه والتأسيس له بالطريقة المكناسية. الزاوية الأم انطلقت من المكناس وانتشرت في سائر المدن المغربية، وقد أسس هذه الزاوية الولي الصالح والغوث الفالح القطب الرباني العارف الصمداني سيدي محمد فتحا بن عيسى الشريف السباعي الحسني الإدريسي نسبا، الجزول السملالي انتباعا، المختار قبيلة، الشاعر بن هادي وبالشيخ الكامل، المزداد بأولاد فهد بقبيلة مختار بسفيان عام 72 و800 هجرية 67 و400 و1000 ميلادية. تلقى تكوينه العلمي بالقرويين بفاس، وأخذ الطريقة الشاذلية الجازولية بمكناس عن سيد أحمد الحارثي، وبمدينة مراكش عن سيد عبد العزيز التباع، وبتيسا بناحية فاس عن الشيخ سيد محمد الصغيصي. استقر بمكناس وأسس زاويته بالفتيان والبراء لإعطاء الأولاد والتوجيه الديني ونشر التعاليم الصوفية والاحتفال بالمولد النبوي والقيام بأمور التربية الروحية وتدريس العلوم، إلى أن أدركت الوفاة بمكناس سنة 33 و900 هجرية 26 و500 ميلادية. أضحت الزاوية النسوية في مسارها التاريخي مؤسسة صوفية وطنية وعربية عتيدة تنهض بأدوار صوفية واجتماعية واقتصادية وعلمية، ويشرف على تسييرها شيوخ ونقباء ونظار ومقدمون كسيدي بلوي النجوم وسيدي عيسى الفيار وسيدي حمو بن كزولي وسيدي الحبتي وسيدي روان وسيدي حاج الدي وسيدي قاسم البخمسية. وكغيرها من الزوايا تحملت أعباء التحكيم وصحب القبائل ومساندة الدولة المغربية والإيواء والكساء والإطعام، ونالت من السلاطين ظاهرة التوقير والاحترام والرعية الجميلة المستدى، كما نالت شهرة مدوية في الأوساط الشعبية بما تتوفر عليه من جاذبية في التلقي ومرونة في الطقوس وشعبية في التواصل وحميمية في التفاهم. ثالثا الإشعاع الروحي للزاوية العيساوية. مارست الزاوية العيساوية وظيفة الإشعاع الروحي عن جدارة واقتدار، وبذلت مدينة مكناس في هذا المضمار خير تمثيل، ودارستها في مجال التأثير الصوفي والتوجيه الديني وانتهاج أسلوب تربوي ينهض على العبادة وتطهير النفس وتلاوة الأذكار والإيمان بقيم السلام والتسامح. ويمكن رسم توجهات الإشعاع الروحي للزاوية العيساوية في مجموعة من التناظرات الحية،
والتمثلات الواجهة المتجسدة في ملايين. التمسك بالسنة النبوية فقها وتشريعا وسلوكا واقتداء واقتداء. إذ كان الشيخ الكامل يردد على الدوام قولته المشهورة: السنة تجمعنا والبدعة تفرقنا. التركيز في العقيدة على توحيد الله والإيمان بفردانيته وصمدانيته كما تدل على ذلك أشعاره وأقواله ونثرياته. الاعتماد في الطريقة على أحزاب وأولاد بإنشاء الشيخ سيدي محمد بن سليمان الجاجولي كحزب حمدين وحزب الحمد والحزب الكبير والوظيفة الرقمانية وحزب الفلاح كما تنبني هذه الطريقة على تلاوة أولاد وأحزاب الشيخ الكامل نفسه كالوفد الصغير والمتوسط والكبير وحزب إبريز وحزب الحسن والاستقامة وحزب الفتح. إنشاء الشيخ الكامل مجموعة من الأدعية تنطوي على أساليب الابتهال والتوبة والاستغفار والهيلالة والحوقلة والحمدلة وصياغة النصوص في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتنوير به وتمجيد شمائله ونظم أشعاره كأسماء الله الحسنى وتسبيح الخالق وبلورة العشق الإلهي كما هو الحال في قصيدته الفنانة: رجال هاموا بالحب سكارى وفروا لطاعة المولى جهارا. العمل على نشر دلائل الخيرات في المغرب والمشرق حيث كان الشيخ يحث أتباعه على مواظبة قراءته وقد نال هذه العزة الإبنة من شيخه محمد الصغير السهلي الذي ناوله نسخة من دليل الخيرات بخط الشيخ الجاجولي وأمره بنشره. ارتكاز الطريقة النسوية على مبدأ الأخوة في الله بين المريدين باتجاه التناغم والانسجام وإقرار السلام ونبذ الصراع والتشدد الميلون إليه بالبال. واعتماد هذه الطريقة من زاوية أخرى على الحب الذي لا حد له للرسول صلى الله عليه وسلم حتى قيل: كل الناس غرفوا من بحر حبه صلى الله عليه وسلم ومحمد بن عيسى غرق فيه. وقيل أيضا: السنة مسنوية والمحبة عيسوية. يضاف إلى ذلك كل التسليم لأولياء الله الصالحين. لو مشن الوحدة الوطنية وتجاوز الفراغ السياسي الذي أحدثه تفكك الدولة الوطاسية والصراع القائم بين السعوديين والوطاسيين وذلك بإحداث موسم وطني بامتناس تتم فيه التعبئة لممارسة الجهاد الصوفي وطاق احتلال الإبريقي من السواحل المغربية. وجدير الذكر أن 7 من إخوة الشيخ الكامل شهدوا مجاهدين في سبيل الله بالسقية الحمراء في مواجهة الاحتلال البرتغالي ولا زالت قبورهم شاخصة إلى يومنا هذا بالسمار. ولكي يأخذ هذا الموسم طابعه القدسي اختار له زمن احتفال المولد النبوي. المساهمة في تقدير عدد الوافد من المولدين في مجال التقوية الروحية فالشيخ الكامل تتلمذ على يديه أزيد من 600 شيخا كانوا يذبحون على الله كسيد بن عوير بن جوب وسيد عبد الرحمن بن جلود ومحمد بن عمر المختاري ومحمد الشباني. وعلى مر العصور وانطلاقا من القرن العاشر الى يومنا هذا غادر الى اعتناق الطريقه النسويه شخصيات وازنه في المجال الثقافي كمحمد بن ابي الزبادي والحاج بن علي السناني واحمد بن مهدي الغزال ومحمد بن فتح الزريري واحمد الخليفي كما سارع الى اخذ هذه الطريقه بالروايه والسند محمد المصطفي وشيخ الجامعة للناس محمد بن حسين العريشي وشيخ الزاوية الثانية سيد محمد بن جعفر التتاني. العمل على نشر الطريقة النسوية وكيفية تربيتها الروحية بتأسيس زوايا داخل المغرب وخارجه. ففي المغرب حضور مكتب للزوايا النسوية بفاس ومراكش وطنجة وتقوان والرباط ومراكش وصويرة وأسفي وأزمول وجديدة ووجدة والناظور. وانتشرت على نحو واضح في قبائل الغرب والدكاله والحوز والشاويه وزغرون وتمشنا. وساهمت الزاويه النسويه في اشعاع الروحي في توثيق الوحده المغاربيه من خلال السعي الحثيث الى احداث الزوايا على نحو واسع في الجزائر وتونس وليبيا. وقد برز الى الوجود شخصيات مغاربيه تشبعت بمبادئ الطريقه النسويه كسيدي علي بن القاسم الشريف شيخ الطريقه بتونس واحمد بن محمد مسعود الصيد شيخ الطريقه بليبيا
وقد كان هذا الاخر من فطاحل العلماء ومن مؤلفاته مفتاح المغاني على حزب سبحان الدين. ومن مواقفه النضاليه نفله الى اسطنبول بسبب مواقفه المعاديه لفساد ولاه العثمانيين. وهنا يقع يعني دور نضالي للزاويه العيسويه بليبيا. ساهم الإشعاع الروحي للزاوية الإيساوية في إقناع جمع الثقافة المتمثلة في تابعها منجزة حول شكلها وطريقتها وطقوسها. يظهر ذلك بجلاء في كتاب النور الشامل في مناقب فحل الرجال الشهر الكامل لأحمد بن هدي غزال، وفي الكتاب الموسوعي الذي ألفه روني بروني باللغة الفرنسية عن الطريقة الدينية للنساء والمغرب، بالإضافة إلى عدد هائل من الأبحاث والرسائل والمقالات والأطار الجامعية. ومارس الإشعاع الروحي للزاوية الإيساوية دوره الخلاق في إغناء البسيط الأدبي، لا سيما في شعر محمد الذكر العيساوي الذي يتم فيه التقارب على أكتاف الحضارة الإلهية ومدح الرسول والأنبياء والأولياء وشيخ الطريقة ومعدن الحقيقة سيد هادي بن عيسى. ومن أشهر الشعراء في هذا المجال عبد الرحوي والحاج السناني ومحمد بن المسكيوي وأحمد الغربي وابن عيسى الحداد المختاري والحاج عيسى والسقار والحاج ديس مقداد. ويتم الإهانة على تسجيل التربية الروحية للزاوية العيساوية على الجانب الطقوسي الذي يتبلور في الرقص الصوفي والجلبة والحضرة ومعالجة السموم، وعلى الجانب الموسيقي المتمثل في إنشاد الأذكار ومصاحبة الآلات الموسيقية النقية والصدمية في المجلد الرباني، كما يتم الاعتماد على مظاهر قرشاوية تتجسد في الموكب والطائفة واللباس والأعلام والهدية والإنارة وإنشاد قصيدة الزميتة وممارسة لعبة الدين والناقة والجمل والسبع والبية. بفضل النشاط الروحي لهذه الزاوية ازدهر العمران الديني متجلي في دار الشيخ الكامل الذي اعتبره تحفة نفيسة عز غدرها في الفن التنجيدي والزخرفة والنقش والتأثيث والإنارة، ناهيك عن بناية أخرى جسدت نموذج الحي للفن الروحي كدار حسين بن لوي بن جو ودار حسين حفتي بن جزولي بن مكناس، بالإضافة إلى إنشاء زوايا عيساوية شملها الفن الإسلامي الديني والصوفي بالرباط وسلا وطنجة ومراكش. ومن زاوية أخرى ألهمت الظاهرة العيساوية في إشعاعها الروحي أقطار الكتابة الفنية فوظفوها في إبداعهم، كما هو الشأن في رواية سقطت بن منصور للمرحوم عبد السلام الحيمر ومسالك الزيتون للميلودي شغموم والتسليم لعبد الإله الحمدوشي والأعمال المسرحية لإدريس الرخ والفيلم السينمائي مكسول لنادر عيوش والفيلم الوثائقي حول عيساوة الذي أنجزته التلفزة المغربية. شكرا على حسن انتباهكم وجميل تواصلكم والسلام عليكم. الوقت مع الأسف لا يمكننا أن نتعدى ونسمح، فقط ربما تعليق أشير فقط إلى أهمية التمدد الجغرافي للطائفة. قال الأستاذ كارمن أن هناك تقريبا 600 شيخ تتلمذوا على يد الشيخ هادي بن عيسى، نعرفهم من تراتبية الزوايا الحضار والطالب والمدير والمريد إلى آخره، فهناك يعني مسار حتى يتمكن الإنسان من تلك الأمور ويقوم بدوره. Donc les professeurs sont intervenus et ont rappelé l'importance de la ville de Meknès et de son rayonnement sur le plan spirituel, notamment à travers le nombre de sites religieux qui portent symbole spirituel qui existe. Et ils ont aussi rappelé à la fois les poésies qui ont été écrites par un certain nombre de personnes, notamment par Sidi Kol Alavi qui est le principal personnage. Quand on pense dans ce domaine-là, et puis donc on voit là-dedans un croisement avec en fait toute la réflexion de l'humanité sur l'immensité, sur l'existence, sur le rapport à Dieu, sur le rapport à une force transcendante qui nous dépasse. Donc voilà globalement de quoi il était question. Merci beaucoup de rester dans la salle. La main tour la com, on aurait le micro de l'Estelle.
لكي يتم لنا على ممارسة ألا وهي السماع. السماع ربما ما نتكلم على التجربيات الفنية الروحانية تكلمت الأستاذة ملحون لي يقال طرف يعني مش يقال كتب طرف ملحون على أنه برز في 1199 فرس عربي في حقبة موحدية والأول في دول القواعد ديالو هو الشيخ عبد العزيز المغربي وكان عارفوا أن الناس عدد مسجدات وعدد ديال الناس التسليم التلالي ما عندوش معنى كروشي ولكن ممكن ان نقول هذا ديال الشباب اللي حملوا الانتشار ديال هذا الفيلم. الاذكار والتوسلات والشعر الصوفي الاساسي بانه انتم تعلمون او ربما ساستدل بايات سوره الفتح هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ويزدادوا الايمان عن ايمانهم اذا الا بذكر الله يطمئن القلوب اذا نحن في خطم البحث على الطمانينه والسكينه من خلال بعض المواقف تفضل استاذ بسم الله الرحمن الرحيم في بدايه شكرا للسيد الاستاذ مسيب الدين وعلى هذا التمهيد الجميل للمداخله كانما اطلع على الإشاع الروحي بمدينة الكنس وتجلياته في موسيقى السماع. عندما نتحدث عن الإشاع الروحي بمدينة الكنس من وجهة نظرية من وجهة النظر الموسيقية فإننا نرمي من وراء ذلك إلى الكشف عن ظواهر هذا الإشاع وكذا العوامل التي ساعدت على انبثاقها والفضاءات التي ترعرعت فيها وما أفضت إليه من ممارسات موسيقية وغنائية ومدى تأثير هذه الممارسات في المجتمع المكناسي. وطبعاً فالحديث عن هذا الموضوع رحب لا ساحل له، فضاء لا شط له، وحتى لا تتشعب أمامنا سبل النظر في هذا الموضوع فسنحصره في محور واحد هو موسيقى السماع كنموذج من التراث الموسيقي العالمي في المغرب. وأرجو أن نفهم كلمة العالم كبيرة ميوزيك سابق لا ندخل الموسيقى السماع في صنف الموسيقى الشعبية. هو تراث موسيقى السماع تراثية ولكننا نعطيها هذا اللبوس كموسيقى عالما. السماع إذا فن غنائي مغربي أصيل بغيته تحقيق غايات روحية وتطوية، وقد استقر مفهومه على ما يعني القصائد والمولديات والمقطعات الشعرية المديحية التي يتناشدها المسمعون بأصواتهم دون مصاحبة آلية، وذلك على أساس طبوع الموسيقى الأندلسية المغربية من وجهة النغم أي من وجهة اللحن ووفق موازينها أي إيقاعاتها من وجهة الميزان الإيقاعي. لا بد أن نشير إلى ولو بشكل موجز إلى تاريخ هذا السماع، كيف نشرع فن السماع في المغرب؟ ترجع بدايات ظهور فن السماع بالمغرب إلى منتصف القرن السابع للهجرة، يعني 650 تقريبا، عندما استحدثت أسرة العزفيين التي كان رجالها من أعلام مدينة سبتة ومن رؤسائها، عندما استحدثت هذه العادة العائلة مشهورة باسم بنو عزف، هكذا ممكن تسمعوا العزف، هذه العائلة انقطعت ذكر ديالها ما يمكنش نسمعوا اليوم في اسم ديال العزفية، ولكن على كل حال الأسرة نبيلة كان أبناؤها يتورثون إمارتها، هذه إمارة شبيهة بإمارة موناكو الآن،
كانت إمارة يعني لها استقلال ذاتي داخل الدولة الرسمية اللي هي الدولة الموحدية. فعهد الدولة الموحدية كانت هذه الإمارة قائمة بنفسها في مدينة ستار، ومدينة ستار يمكن أن نعتبرها في ذلك الوقت بمثابة مركز إشاعي ثقافي عظيم، فيه الشعراء الكبار، فيه المفكرين الكبار. ويكفي أن نذكر مثلاً أبن عباس السدي، يكفي أن نذكر مثلاً القاضي عياض، ويكفي أن نذكر أبا القاسم العزبي وابن عباس. إذا ترجع بداية هذه بداية ظهور السماء إلى هذا القرن، إلى منتصف القرن، عندما استحدثت البشرة العزبيين التي كان رجالها من علم مدينة سبتة ومن رؤسائها، استحدثوا عادة الاحتفال بالمولد النبوي. فهموني مزيان، هم من اللي خلقوا لنا العادة نحتفلوا بالمولد النبوي. وألف كبيرهم ورئيسهم يومئذ وهو اسمه وهو أبو العباس أحمد بن محمد العزفي المتوفى سنة 639، ألف على عهد الخليفة الموحد المرتضى، وهذا من المتأخرين للدولة الموحدية، لأن الدولة الموحدية عاش فترات وفترة ديال التأسيس اللي هي مخاض، وفترة ديال القيام اللي هي أيام يعني التأسيس مع المهدي بالتومات اللي هي معروفة بمحاربة ما كانوا يسمونه المنكر، ومقاومة كل يعني كل نوع تحرف الإنشاد بصفة خاصة. ولكن لما جاء المرتضى في العهد الأخير عمر المرتضى أعطى نوع من التحرر يعني من الحرية للجانب الفني باش يتبلوها. وألف هذا الرجل كتابا عظيما يسمى كتاب الدر المنظم في مولد النبي المعظم. توفي المؤلف قبل أن يكتمل الكتاب، وأكمله ابنه الرئيس أبو القاسم، أكمله حوالي 660. ماذا يقول المؤلف في هذا الكتاب؟ في مقدمة الكتاب يشير إلى السبب أو إلى الأسباب التي حفزته على أن يدعو إلى استحداث الاحتفال بالمولد النبوي، فيذكر ويصف في حسرته وفي ألم وفي أسى كيف كان المسلمون الشباب في مدينة سبتة وفي الأندلس، كيف كان هؤلاء يشاركون المسيحيين في احتفالاتهم بعيد النيروز يوم فاتح يناير، وبمهرجان أو مجلس العنصرة يوم 24 يوليو، وبذكرى ميلاد المسيح عليه السلام يوم 25 ديسمبر. هادشي شافو، شاف شباب مسلمين كيشاركوا النصارى في هذه الاحتفالات. ماذا عن شنو يصنع؟ نرجع للسلطة، وبدأ في تأليف كتابه، وعندما شرع في الأعمال بدأ يقوم بجولات داخل الكتاتيب القرآنية ويحث الشباب على أن يحتفلوا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. استجاب الخليفة مباشرة، الخليفة الحاكم في مراكش الموحدي مرتضى الموحدي، استجاب لهذه الدعوة وأصبح هو بنفسه يعتني بهذا الاحتفال إلى درجة الولع، وأصبح يقوم كما يقول المؤلفون بين هلالين، يقوم بليلة المولد خير قيام ويفيض فيها الخير والإنعام، حتى وقف في حضرته ذات يوم الأديب الأندلسي أحمد بن الصباغ جدامي وأنشد أمامه قصيدة طويلة سينية ما زال بيت من أبياتها إلى الآن يرجع وينشد بين المادحين المسلمين. كلكم كتعبوا وقفا على الأقدام في حق سيد تعطيبه الأمدام هو الجن والإنس. هذه من القصيدة، هذا بيت من هذه القصيدة وما زال الآن وردت في هذه الفندق. لقد كان تبني المغاربة للاحتفال بالمولد النبوي نابعا من طبيعتهم التي شقوا عليها. هذه الطبيعة هي بسيطة، هي اعتناق المالكية والتعلق بالحضرة النبوية. ولقد زاد من قوة هذا التعلق ربط القصائد المديحية بالسماع
يعني ما أصبحت تتغنى. وفي هذا يقول الدلائي محمد العربي الدلائي في كتابه فتح الأنوار، يقول اعلم أن للأرواح ارتباطا بالسماع والنغمات. السماع لو مش معنى هذا كله، السماع بمعنى فن الغناء اللحن النبوية. اعلم أن للأرواح ارتباطا بالسماع والنغمات من حيث هي، وذلك الله أعلم أن الروح لما أريد دخولها في الجسد عولجت بالضرب والنغم، فبقيت تحن إليهما دائما. وقد قيل إن الأرواح لما خاطبها الحق سبحانه وتعالى في عالم الدبر بقوله سبحانه ألست بربكم؟ قالوا بلى، فبقي ذلك الخطاب ساليا فيها. فكلما سمعت صوتا حسنا أو شيئا مستحسنا إلا وتعلقت به ومالت إليه وتذكرت به لذيذ ذلك الخطاب فيحصل لها الوجد والضرب. الله تعالى أعلم. انتهى كلام دلائي. لقد أصبح الإنشاد بالتطريب بعد ذلك من أوثق ما يربط الناس بالطرق، الطرق التي تحدثت عنها أستاذنا الفاضل السيد عبد الإله، من الوسائل اللي كانت تستعملها باش تجلب الناس ربط الإنشاد بالقصائد المديحية. وكأنما أدرك مشايخ هذه الطرق ما للموسيقى من سحر في النفوس، وما للموسيقى من تأثير على الطبائع، فلذلك حولوا مجتمعاتهم إلى مواطن روحية ترفع فيها الألحان الشجية والأغاني المرقصة، وتوقع فيها أحيانا آلات الموسيقى على اختلاف أنواعها. ولا شك أن استجلاب النفوس بمساعدة طبعها أهدى لتقريب نفعها. وقد عبر عن هذه المعاني صاحب كتاب المواهب اللدنية إذ قال في كلامه عن السماع آخر النقط التاسع من كتابه، قال فزبدة السماع تضيف السر. ومن ثم وضع العارف الكبير سيدي علي الوفوي حزبه المشهور على الألحان والأوزان تنشيطا لقلوب المريدين، المريدين هم الرواة هم اللي تجيو الزاوية، وترويجا لأسرار السالكين. فإن النفس كما قدرناه لها حظ من الألحان، فإذا قبلت هذه الواردات السمية الفائضة من الموارد النبائية فإذا بهذه النغمات الفائقة والأوزان الرائقة تشربتها العروق وأخذ كل عضو نصيبه من ذلك المدد المحمدي، فأثمر شجرة خطاب الأزل بما سقيته من موارد هذه اللطائف وعوافي المعارف. وشيئا فشيئا ظهرت البوادر الأولى لنشوء أسلوب جديد من الغناء هو ما يمكن أن نسميه موسيقى السماع أو الغناء الصوفي. هل تسميها موسيقى السماع؟ ممكن يتبع البعد وتسميها الغناء الصوفي، وأحياناً الموسيقى الروحية. وقوامه يعني ماذا يعتني؟ ما ينشده المسمعون المزمزمون، يعني تنشب الكلمات لأن في المراجع تقولوا المسمعين يقولوا المزمزمون، يعني كانوا يرددون الأشعار هكذا هم يزمزمون تتغنوا بها. المسمعون المزمزمون ما يردد هؤلاء في مجالس السماع وما ترجعه حلق الذكر في زوايا وأطرافها. شوف أنا جميع الحواج قلتها، ما ينشده المسمعون المزمزمون هذه طائفة هذو اللي تيستعملوا السماع بالمعنى ديال المسمعين اللي تيهضروا القصائد المطولة مثل البردة والهمزية. وقلت من جانب أخرى ما ترجعه حلق الذكر في الزوايا وفي الأضرحة، وفرق ما بين اللونين. هما كلهم كيدخلوا في المفهوم الكبير ديال السماع، ولكن الزوايا كاين الذكر وفي مجال السماع كاين المليح، وهذو جوج ديال الأنماط منهم كيتكون هذا الفن كله اللي كيتسمى السماع. ومن هنا كيبان كم هو فسيح وكم هو رحب المجال الموسيقي المتداول في ما يسمى بموسيقى السماع.
وهو أوسع بكثير من التراث المعروف باسم الآلات الأندلسية رغم انتشارها في شمال إفريقيا كلها. ولكن مجال الذكر في الزواج بالإضافة إلى مجال المديح في المجالس المديحية الخاصة راح يكون كبير جدا. هذه كلها تنشد على طبوع الموسيقى الأندلسية وعلى موازينها، الأمر الذي يفسر القول بأن فن السماء خرج من رحم الموسيقى الأندلسية من ناحية فنية، فهموا زيادة من ناحية فنية خرج من رحم الموسيقى الأندلسية، لأنه من ناحية النغم من ناحية الأوزان يعتمد على طبوع الآلة وعلى أوزان الآلة. وقد انتشرت الزوايا في ربوع المغرب، وكان من أبرزها وأنشطها على مستوى الناس زاوية القدر العالمي، وقد أفاضت في الحديث عنها صديقتنا الأستاذة ماريا، حيث يجتمع روادها بانتظام كل أسبوع فينشدون البوغا والهمزية للإمام البصري، ويخللون أبياتهما بالمقطعات الشعرية والإنشادات، يقرؤون الأوراد والأحزاب والمسبعات، ثم يرددون الشهادتين واسم الجلالة والصلاة المشيشية. هنا خلق واحد برنامج يقولوا عن أوكا، برنامج متكامل للحصة، شنو غادي نديروا في السماء وشنو غادي نشوف غنيو، لكن واحد برنامج معين. هذا البرنامج تبدأ بشيء معين وينتهي بشيء معين. كنداو بالبوردة، كنداو بالبوردة. تراكمكم كتعرفون البوردة. أني تذكر جيراني بالإسلامي ما زشت دخل جراب بكرة الإسلامي، يعني نمسك خمسة أو ثلاثة الأبيات وينتقلوا مباشرة لواحد الصنعة من الصناعة الآن. كيخلوا كتسمع عملية التخليل، ثم كيعاود يرجعوا يمسدوا شي حاجة شي أبيات من الهندية ويعاود يرجعوا شي صنعة. هذا العمل هذا البرنامج أعطاه واحد الاسم سموه العمال، العمال. وهذا العمال منه أنواع، كان برنامج للهفاس يسمى العمل الفاسي، وكان برنامج اللي موجود في الرباط واللي مزعموه اللي كان مولاه هو الدلائي هذا محمد بن العربي الدلائي، واللي تزعموه الآن هو جو مساعد خالد المنصور، وكان حتى الزاوية الوزارية يقولوا أنه عندهم العمل الوزاري، إذا كتلك العمل، عمل وزان، عمل وزان، عمل فاس، عمل ما سبق مشيت 20 دقيقة. هذا العمل هذا هو برنامج بكل معنى الكلمة. واحد ما سموه شوفوا هذه التسميات الهندية، عندما قالوا العمل الفاسي فكأنما يشيرون إلى العمل الفاسي اللي هو يشرح لنا المناسك الفقهية. فهذه بحال هذه العمل الفاسي في المناسك الفقهية، وهذا العمل الفاسي في إنشاء السماع والمليح. وسرعان ما انتقل الاحتفال بالمولد النبوي الى الاوساط الشعبيه، فاصبحت الحفلات تقام في بعض المنازل وفي الكتاتيب القرانيه، ولا ادل على ولوع المكناسيين بهذا الحدث مما عاشوه في عهد الطفوله، مما عشناه احنا في عهد الطفوله، كلما حل بينهم يوم 12 من ربيع الاول من بريد احتفال الكتاتيب القرانيه بهذه المدينه. فكان المردد فكان المدررون المرضية يسرحون الطلاب في هذا اليوم باعتباره يوم عطلة، ولا يوم عطلة من أيام المليين، فالدولة المليين السلطان هو اللي قرر باش يكون يوم المولد النبوي يوم عطلة، وكان قصيدة شعرية اللي كتكتب فيها أنها
تهتم في إنشاء المذابح النبوية والأذكار الصوفية في هذه الأجواء الاحتفالية. أذكر أنني كنت أعيش لحظات ممتعة للغاية، أقضي جلها في الاستماع للمسمعين وتمتاز لي بين الحين والآخر سنات من النوم سرعان ما تكسرها أصوات المجودين المنشدين. في هذه الأجواء أيضا أشربت نفسي ألحان موسيقى السماء وطبوع موسيقى الآلة، وفيها تتفتق الموهبة الفنية وتتبدى معالم الميول إلى الموسيقى بفضل ما يترسخ في الذاكرة الطرية من ألحان الأناشيد الدينية التي تتغنى بحمد الرسول وتشيد بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد عرفت مهيرة الناس مسمعين مزمزمين ضربوا من الشهرة والمهارات ما رشح بعضهم لأن ينخرطوا في ركاب المجموعة الفنية التابعة للقصر الملكي بالرباط. أنا عددت ورقتين تعريف لي ببعض أعمال السماع في العصر الحديث من الكنسية. أكتب لي في أسمائهم الفقيه المدرب محمد بن طاهر بن عبد القادر الزهراوي، وهو والد صديقنا الأستاذ محمد العلوي الزهراوي. هذا واحد. ثاني طاهر بن عثمان، وهو من حفدة السفير المكناسي محمد بن عبد الله بن عثمان السفير المشهور من حفدته. الثالث عبد القادر القبري المعروف باسمي سكتور، كان من رجال الزاوية العالمية. الشخصية الرابعة محمد وقادة، وهو مكناسي وهو من المنشدين المشهورين، وهو يعني بلغ في انشاد المواويل وبيتينات شأنا بديعا، ولذلك استخدمه السلطان المولى يوسف في القصر في الثلاثينات والحقه بالمجموعه. الشخص الخامس محمد بن جلالي شبيكا، وهذا ايضا مكناسي، هذا رافق المجموعه الفنيه التي مثلت المغرب في المؤتمر العربي الاول للموسيقى الذي انعقد بالقاهره سنه 1932 الى جانب الطيري والشعيري وبيركو واخرين، وكان هو المنشد بحيث رجعنا للسيدي اللي مسجله العشره اللي مسجله الصوت اللي مسجله به هو الصوت ديال السي محمد شميكا. ثم ننتقل الى اخرين، حميده بن عبد الهادي، حميده بن عبد الوهاب العيساوي المصطاصي، سي حميده هذاك اللي كنا نقولوا قزاز الساحه فبدات الدخله ديال اللعبه مشيت تهزها، وكان العكس ديال مولاي سلامه الضغط بها، والصوت ديالو بلا ميكرو وصل تما، كان عنده صوت تنور عظيم جدا. شخص اخر وهو محمد بن العربي المريقه. ثم شخص اخر احمد بن ناري. ثم شخص اخر هو الحاج بن مختار، احمد بن مختار المصطاص، الحاج بن مختار مشهور تاجر مشهور. ثم شخص اخر وهو ولي عبد السلام، ولي عبد السلام بن يوسف الشهيد الليثي اللي انتقل الى الرباط للعمل في القصر الملكي، وكان حتى ثلاث سنوات 60 هو اللي كينشر اسمه الاذان يوم الجمعه في الاذاعه بصوته. واخيرا وليس اخيرا المرحوم الليث الشهيد. خلاصه القول في هذا المجال، لقد تهيأ لمدينه الناس منذ أن اتخذها المولى إسماعيل عاصمة لمملكته أن تلعب دورا فاعلا في النهوض بفن السماع الذي انتهت أسراره إلى رواد الزاوية العالمية، فكانت حلقات الذكر في ربوعها خير ضامن لحفظ مستعملاته من الضياع، مثلما كانت بمثابة الذاكرة الحية التي ترسلت في أعماقها أصول هذا الفن، ثم بمثابة الحق الذي خطبت في رقابه المواهب. كلمة أخيرة هي لولا الزوايا لباع كثير من الموسيقى الأندلسية من بعد الهجرات، وخاصة الهجرة الكبيرة للناطق لاحتضنوا الباقية ما تبقى من الموسيقى الأندلسية لاحتضنوا هو الزوايا. وشكرا. أنا ذاك نائب
بالنسبة لاسم مؤسسة هنا وتنظن أنه في خبايا المياه ما تكلم عن الرسول كثير من ما يمكن أن يوحى. أريد فقط ربما بختم ربما تركية إذا صح التعبير أرجع إلى ما ذكرته الأستاذة مريم القلبي لما قالت تكلمة على الثقافة العالمية أنه كان مع الزهد المتصل بالحياة وكان ضد المغالاة. تفضل أستاذ. كاين سيدي الدكتور العالمي دافي مولي مسلم. طيب شكرا. كاين مولي سيدي عبد القادر العالمي دافي مدينة مسلم. شكرا على التوضيح. إذن سيدي عبد القادر العالمي لما قال الأستاذة أنه مع زهد متصل بالحياة ومع اتجاه سني معتدل وضد المغالاة إلى آخره، وبالتالي على هذا أنه ما كتبش الأشعار للتوصيلات. وسأطلب من زميلي وأخي في جمعية ثقافة العلم سي عزيز دادان اللي رغم أن تكوينه الأساسي في الهندسة والفيزياء السويقية ولكن إنسان شغوف بالثقافة المغربية، شغوف باللغة العربية، وسأطلب منه أن يقرأ فقط بعض الأبيات التي ربما ليست في بحر التوسلات. شكرا سيدي السنودي. قبل ذلك سمحت كلمة قصيرة. جميلة هذه المبادرة للاحتفال بالإشعاع الروحي لمدينة كنز، لكن أخوف ما أخاف على تراثنا الحضاري والثقافي في هذا البلد هو تراوح بين التقديسي والتبخيسي. التقديسي من جهة هناك فئة تبجد وتقدس طبعاً، لكن الغالب العام يبخس حقه نظراً لعدم معرفته. لهذا من هذا المنطلق أظن أن إعادة الاعتبار وإعادة اكتشاف هذا التراث الثقافي والفني والحضاري من أهمية المكان، ليس من باب التمجيد ولكن خصوصا لكي نعتبره أساسا من الأسس اللازمة لكي نبني مغرب الحضارة والثقافة للمغرب، لأنه في نظري لا يمكن لأمة أن تبني حضارتها بوسائل غيرها. إلى جانب هذا طبعا الأستاذة غربي أفادت في الحديث على صديق الدول العالمي. مع احترامي للملاحظة هناك وسأرجو لها. أعتبر أن سيدي عبد القادر العالمي غمض حقه في الاعتراف به والاعتراف بقيمته الادبيه والفنيه والثقافيه الى جانب قيمته الصوفيه. لكن هناك مبادرتان اعتبرهما كانت حميدتين. اولا مبادره تعرفونها منذ بضع سنوات لمبادره محموده لاكاديميه المملكه التي نشرت موسوعه المجهول والتي وصلت الان الى المجلد العاشر، ومن بين المجلدات مجلد مخصص للصديق عبد القادر العالمي، رغم انه الاكاديميه بقضيه وقامتها كما نقول وسمت هذا
الديوان بديوان معروف ب سيده القران. الى جانب هذا هناك مسرحيه اعتبرها من اروع المسرحيات التي كتبت في تاريخ المسرح المغربي، وهي المصومه ايضا مع الاسف سيده قطب العالمي، والتي انتجتها وفرقه وفاء المراقشيه من اخراج السياده السرطانيه. من هذه المسرحيه، في هذه المسرحيه طبعا هناك اشعار مغنات لسيدي قطب العالمي، ومن بين هذه الاشعار القصيده التي اشار اليها والتي طلب مني صديقي السي هشامي ان اقرا مقاطع منها بعجاله بعنوان ارفق يا مالكي او تاج لدينا. ارفق يا مالكي بعبدك واعطف يا صابغ النيام، يا بدربا الوغدان يهديك الله لا تعدد قلبي قاسيت مكفى. انت الموصوف بن حسن وانا الملسوع بالغران، وعييت ملازم السقام اما بردت مجمار في قلبي محاد الضفا. نبات نسهر الليالي ودموعي حيفا سجان، نبكي والنوح في الظلام على محبوب خاطري من جرع ليا ولعفا. امتى يا مالك نشاهد خدك يضوي على رسام، ما بين محافل الريان ونقول بريت من عليلي ونسيت محاين الجفا. رغبو تاج الملاح، رغبو تاج الملاح فيا يحييني غير بالسلام، ويراعي سيرة الكرام لا خير في اللي جفا حبيبو بعد ايام موالفا. فبهاك مالك فنيت لا حالتي في حالتي، طريق هواك ما عييت حتى تقضى حاجتي. راضي بهواك ما شتيت صابر الضرار عنتي، وإذا ما ملت ما نويت منك يا روح راحتي، نفرح ونقول ما مشيت مجادي في البحر. أما دوزت من وقات كنت مغطي بثوبها، سوى الياقوت والدقات وسعت سقام منها، والكاس مدام أجرات على الشمعة وضيها. صدقوا من حدو قالوا مادام الزهويان، لو كان الدوم القدام لو كان الشمس في سماها تبقى ديما مشرفة. شكرا. أكاديمية المرنة المغربية أصدرت ضمن الموسوعة ديوان سيدي عارف القدر العالمي، وانا عضو من اعضاء اللجنه.